عقدت التمثيلية المحلية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بالدروة صباح يوم الأحد 8 مارس 2020 مؤتمرها التأسيسي بدار شباب الدروة. هذا المؤتمر الذي أشرف عليه المنسق الإقليمي برلماني الدائرة صابر الكياف وأعضاء المكتب المحلي للحزب، بالإضافة إلى ممثل الكتابة الإقليمية للشبيبة وممثلة جمعية الحمامة. وقد أسفر المؤتمر عن انتخاب أيوب أفرياط رئيسا للتمثيلية المحلية بالدروة رفقة باقي أعضاء المكتب المكون من أطر وكفاءات ومهنيين شباب. تنفيذا لتوصية رئيس الحزب السيد عز أخنوش يعني من أجل يعني السهر على يعني استكمال تأسيس جميع الهياكل ديال الحزب، حنا حاضرين اليوم في مدينة الدروة يعني من أجل السهر على تأسيس الشبيبة المحلية اللي كما حضرته اليوم تم انتخاب الأخ أفرياط يعني كمنسق محلي للشبيبة وشكرا. اليوم تعيش في مدينة الدروة مولود جديد ديال تمثيلية الشباب ديال تجمع الوطني الأحرار بمدينة الدروة، ومن هذا المنبر كنشكر الناس ديال الصحافة السيد مدير ديال دار الشباب على استعادة صدره لهذا اليوم ديال الأحد اللي هي يوم عطلة، وكنحت الناس ديال الشباب الحمد لله هذه ما هي إلى انطلاقة ديال واحد المشوار إن شاء الله يكون ناجح بإذن الله، وأدعوهم إلى التأطير والتأهيل والتكوين بما بينهم ومحاربة العدو ديال العزوف اللي كيطال جميع الأحزاب المغربية. وكنشكر السيد المنسق المحلي السي صابر الكياف على الحضور ديالو والاخ سعد عربي والاخت حياة بركة وجميع الحضور وجميع شرائح ديال مدينة الدروة، وخص بالذكر اليوم العالمي للمرأة بهذا الاحتفال هذا وهنيها على عيدها هذا اليوم. كنشكر الاخوان اعضاء اللجنة التحضيرية واخواني واخواتي التجمعيين اللي زكاوني باش نتقلد منصب ديال هاد الشبيبة بالمدينة، فهو قبل ما يكون تشريف فهو تكليف، كما كنتمنى بأنني نتوفق في المسيرة ديالي داخل المدينة مع الإخوان أعضاء المكتب ونهضوا بهذه المدينة هذه اللي كتعرف لها شاشة وكتعرف بزاف ديال المشاكل، كما أن شباب بالمدينة كيعرف واحد النوع ديال كاين عندنا نوع في المدينة من حيث البطالة والتعليم والصحة، يعني ما كرهناش بأن هذا المكتب هذا المولود الجديد التجمعي بالمدينة يعني يكون فيه الخير على المدينة ونزيدوا بهذه المدينة القدام بالخصوص بالشباب. ويأتي هذا المؤتمر التأسيسي للتمثيلية المحلية بالدروة الذي اختير له شعار دور الشباب في بناء التنمية والحياة السياسية في إطار الدينامية الشبابية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار.